اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. فقره ترند الترند النهارده بالتاكيد كل كلامنا على مباريات الانديه الافريقيه وتحديدا مباراه المريخ السوداني والاهلي باذن الله. هذه المباراه المقرر اقامتها ان شاء الله يوم السبت القادم على ملعب الجوهره الزرقاء الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره. طيب عشان نطمن اكتر على اخر الاستعدادات واخر الترتيبات وطائره فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات في الاجواء بتمر طبعا باذن الله وتصل الى الخرطوم خلال ساعتين على اقصى تقدير، برحب في هذه اللحظات عبر الهاتف بمعالي السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان. معالي السفير اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ وانا الله سعيد ان انا طالع النهارده على قناه النادي الاهلي. احنا اللي سعداء بوجود حضرتك معانا وشرف كبير لينا، وبالتاكيد قبل ما اتكلم في اي تفاصيل بشكر حضرتك وبشكر كل رجال السفاره على الدور اللي انتم قايمين بيه خلال الفتره الاخيره في التنسيق مع اداره النادي الاهلي لاستقبال البعثه ان شاء الله. شرف كبير لينا وتشريف لينا، والنادي الاهلي من رموز مصر، وانا على اتصال بكابتن محمود الخطيب، والنهارده كنا بنتكلم مع بعض على اخر الترتيبات، واحنا كنا زرنا ايضا رئيس نادي المريخ والتقينا معاه، والراجل كان طبعا مرحب جدا بكل طلبات النادي الاهلي، لانه قال طبعا النادي الاهلي خلال اللقاء الاولاني كان لم يتوانى في انه يرحب بكل الترتيبات ما طلبه هناك المريخ، فبالتالي في ظل الظروف دي هو بيحب ان هو ايضا يرد هذا الجميل وتكون نفس المريخ. طيب عايز اطمن من حضرتك على طبعا استقبال البعثه ان شاء الله، إقامة المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء، المباراة الساعة 3 العصر، آخر الترتيبات اللي تمت مع إدارة نادي المريخ، الأجواء كمان، الجو حاليا في السودان هل قريب من درجة الحرارة في مصر ولا الأجواء حارة شوية؟ كل التفاصيل الخاصة بهذه المباراة إن شاء الله معالي السفير. يعني بعثة النادي الأهلي دائما وابدا وابدا خير على السودان، والمفروض الجو يبقى حر، كان فعلا حر اليومين اللي فاتوا، لكن النهارده وامبارح واليومين دول الجو معتدل جدا الحمد لله. ايضا تم الاتفاق على كل التدريبات الخاصه بالملعب، والتدريب هيكون بكره ان شاء الله الساعه 1 على نفس الملعب اللي هتقام عليه المباراه. احنا هنكون في استقبال البعثه انا واعضاء السفاره ومسؤول نادي المريخ ومسؤول الجهات الامنيه، بحيث ان شاء الله هتتوجه النهارده من المطار الى الفندق لتنفس قسط من الراحه، وبكره هيكون التدريب في الميعاد اللي تم الاتفاق عليه، وهنكون ايضا معاهم في التدريب. ايضا كان امبارح وصل فجر اليوم اللاعب وفر بواليا مهاجم النادي الاهلي، لانه كان قادم من مكان اخر غير القاهره، لكن بيشارك في منتخب بلاده في تصفيات بطوله كاس افريقيا، واستقبله ايضا اعضاء السفاره واعضاء نادي المريخ، وهو منتظر حاليا في الفندق لاكتمال وصول البعثه لكافه الترتيبات اللوجستيه الخاصه بالاقامه او الخاصه بالمواصلات او ملعب التدريب او غيره، كما صراحه النادي الاهلي بالضبط. وان شاء الله الاجواء هنا هاديه جدا، والمباراه يعني ان شاء الله هتكون في اطار اخوي ما بين فريقين كبيرين، ويعني كل الترتيبات تم اتخاذها بالتنسيق ما بين اداره النادي الاهلي واداره نادي المريخ والسفاره والجهات الامنيه. اعتقد معالي السفير تدريب الاهلي بكره هيكون الساعه 1 الظهر، ده اخر تعديل بعد المواعيد اللي اتغيرت الفترة الأخيرة، ويمكن بالأمس كان لنا خبر انفردنا بيه إن مباراة الهلال وصن داونز اتغير ميعادها بقى الساعة 3 العصر، فبالتالي بكرة هيكون تدريب صن داونز الساعة 3، فعشان كده تدريب الأهلي أعتقد اتغير ميعاده، بدل ما كان 3 هيبقى بقى الساعة 1 إن شاء الله. بالظبط، لأن المباراتين هيتلعبوا في نفس الاستاد وهو استاد المريخ، ولكن يومين استاد الهلال واللي هو الجوهرة الزرقاء، ولكن في يومين مختلفين، فبالتالي تم التواصل لهذا التوافق بحيث إن الأهلي يتدرب برضه في وقت قريب جدا من يعني وقت المباراه، وايضا فريق صن داونز كما بتنص على ذلك لو اهل الاتحاد الافريقي، ولا مشكله في ذلك عليه. طيب سؤال اخير متعلق بامكانيه حضور الجمهور معالي السفير. حسب ما علمت ان نادي المريخ كان طالب حضور 1000 فرد في مباراه الاهلي، السلطات الصحيه في السودان حتى هذه اللحظه هل وافقت بشكل مبدئي على الحضور العدد ده، فبالتالي تم مخاطبه الكاف، ولا السلطات الصحيه في السودان رافضه حضور اي اعداد الفتره الجايه في المباريات؟ لا، هو تم مخاطبه الكاف، ولكن الكاف لم يوافق بعد. احنا منتظرين قرار الكاف دلوقتي فيما يتعلق بحضور 1000 متفرد، و سيتم تطبيقه فور وصوله الى نادي المريخ وفقا للوائح وقواعد الكاف في هذا بإذن الله. معالي السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، وبالطبع بإذن الله نتمنى إن شاء الله تكون مباراة موفقة بإذن الله، وتكون رحلة موفقة لفريق النادي الأهلي خلال إقامته في السودان الشقيقة مع كل أشقائنا
في السودان وتحديدا في نادي المريخ.